لكم التحية في كل مكان. وصلنا لفكرة الحوار في صباح الشروق، وأنا سعيد جدا من يكون معي أستاذة أمل إبراهيم، وهي مشرف مكتبة الأطفال بمركز الفيصل الثقافي، في حوار عن مشروع من الأهمية بمكان إنه نتكلم عنه حتى ينتشر وحتى نروج له يعني لأهميته. مرحبا بك يا أستاذة أمل. مرحبا بكم، مرحبا بصباحات الشروق. تسلم يا رب. وكده أول حاجة دينا يعني سياحة عامة مع مركز الفيصل ذات. طيب، مركز الفيصل الثقافي تم إنشاؤه في العام 2013 من قبل المؤسسة الأم مركز بنك فيصل الإسلامي في إطار المسؤولية المجتمعية لبنك فيصل الإسلامي. المركز بيحتوي على مكتب عامة، المكتبة العامة بداخلها في سكشن للأطفال وفي مكتبة إلكترونية، بالإضافة للفعاليات وبالإضافة لأقسام الإعلام والعلاقات العامة. ممتاز جدا. المرة دي كلامنا حيكون عن المكتب. نعم. وتحديدا مكتبة الأطفال دي، لأنه ده أيوة نعم. المين إيشو بتاعنا والأضم الفقري لحوارنا ده، اللي هو نتكلم عن الفكرة برضو بشكل عام أو نعم. بداية يعني اللي هو إنشاء مكتبات للأطفال. طيب، زي ما قلت لحضرتك إنه مركز الفيصل الثقافي من 2013 عنده مشروع يسمى مشروع المكتبات المدرسية. الهدف منه تمليك المدرسة مجموعة من الكتب. لا يخفى على الكل طبعا أهمية المكتبة المدرسية. صحيح. وإن غابت المكتبة المدرسية من مدارسنا، ده لا يعني إنه هي يعني لها ضرورة بمكان يعني. نعم. في حياة الطفل، في سلوكه، في ذخيرته اللغوية، في مجموعة من المهارات والسكيلز الطفل بيكتسبها من خلال تعاونه أو تعامله مع المكتبة المدرسية. المشروع وصل لحد الرقم 103 من المكتبات. مكتبات في المدارس، بيحاول الأستاذ إنه يفعل ساعة المكتبة، حصة المكتبة، يحاول إنه يشرك الأطفال في القراءة السليمة، في مجموعة من الأنشطة والفعاليات. نعم. يعني تنبع من داخل المكتبة. رغم إنه الأطفال أصدقوا صوريين جدا، يعني أندرويد كله تلفونات ذكية، فدي ده تحدي تخيل لي كبير يعني. تحدي كبير، لكن ما بيمنع إنه الطفل كمان يعرف إنه حتى الإنترنت، حتى الوسائل الإلكترونية كلها تعتبر مكتبة. فإحنا بنلفت نظر الأسرة والأطفال لوجود الكتاب، حتى الكتاب الإلكتروني إحنا ما عندنا عليه أي اعتراض. نعم. فبس كيف إنه الطفل يمتلك كتاب يطور مهاراته اللغوية، يطور مهاراته في الاطلاع، في الثقافة، في كذا. نعم، لأنه الأطفال دي بنلقاهم بيتسمروا قدام نعم. التلفزيون بالساعات نعم. الطويلة فعلا. يعني فعلا في قنوات الأطفال المخصصة لهم، ويبث فيها ما يبث. نعم. ودي الخطورة هنا تخيلي. نعم. نعم. بس لما أتعامل مع الكتاب بتعامل مع ثقافة واضحة، بتعامل مع معلومات واضحة، معلومات تم الإشراف عليها، يعني معلومات تم بثها بصورة مخصصة لفئات معينة من الأطفال ولثقافات معينة. نوع الكتب هي أكاديمية مثلا، كتب المقررات المدرسية، ولا كتب ثقافة عامة؟ أبداً، هي كتب ثقافة عامة، كتب قصص قصيرة، قصص مترجمة، قصص ثقافية، قصص تراثية، قصص خيال. مجموعة من الكتب الثقافية بتضمها مكتبة الأطفال في مقرها الرئيسي في شارع المشتل. نعم. بالإضافة للمشروع زي ما ذكرت لحضرتك، هو مستمر في تأسيس المكتبات المدرسية في المدارس. الاستهداف لكل الأعمار طبعا. نعم، لكل المرحلة تحت الأساس، وفي كمان مجموعة بتاعت استهداف للمدارس الثانوي العالي. نعم. بالإضافة لأنه هو المشروع بيستهدف الأطفال أينما كانوا أيا كان وضعهم. يعني المركز أسس مدرسة مكتبة في داخل مستشفى أحمد قاسم في وحدة السكري. طالما الطفل موجود في أي وضعية كان، في أي حالة كان، محتاج للكتاب، محتاج للقراءة. نعم. ده أنا حاجيه بالتفصيل لأنه مهم. نعم. مستهدفين الخرطوم بس ولا الولايات برضو؟ الخرطوم والولايات. ولا نعم. عندها حظ؟ أكيد نعم، في توزيع للمكتبات في الولايات. وصلنا كودروكا أقصى الغرب، ووصلنا الفولة. مجموعة من المكتبات هي تعتبر دي فروع أو مكتبات عامة عندها جزئية مخصصة للأطفال. نعم، أنا والله أتمنى لقدام كمان تكون في شراكة ذكية ما بينك وما بين منظمة تصنع فرقاً بالكتاب. نعم. اللي هو مبادرة. نعم. من أفكار ستيلا جايتانو. أيوة نعم. الكاتبة والدكتورة ستيلا جايتانو. ليهم التحية طبعاً وليهم التقدير. هم وصلوا يعني نعم. قاصي السودان يعني. نعم. نعم. هم ليهم التحية وليهم التقدير. المركز بيضع بصمته وما يستطيع يعني في مجال تخصصه، في مجال اهتمامه، والباب لسه مفتوح للكل صراحة. لدكتورة ستيلا ليها التحية والتقدير، والشباب والمجموعة معاها. نعم. بس فعلياً المجال محتاج. صحيح. محتاج رعاية، محتاج اهتمام، محتاج لفت نظر
من المسؤولين من الدولة من الجهات الفاعلة الطوعية. صحيح. نعم. وتحية كبيرة لأستاذنا العظيم شرح بيل أحمد. أكيد. هو رائد كتابات الأطفال من ستينات القرن ما يفوق ذلك يعني. ليه والتحية. ليه وربنا يديه الصحة. ربنا يديه العافية. مكلفة الحاجة. أول شيء كتب ثقيلة وزنا. نعم. في ترحيلة من وإلى. نعم. شراء الكتب ذاته برضو مكلف جدا. أكيد. الحاجة دي الفند كيف؟ طيب هو التمويل اصلا بيجي من بنك فيصل الاسلامي باعتبار انه هو المركز زي ما ذكرت حضرتك في اداره المسؤوليه المجتمعيه لبنك فيصل الاسلامي. نعم. فبيتم التزويد داخل المكتبه داخل مكتبه مركز الفيصل الثقافي ومن هناك بيتم التوزيع للمكتبات. نعم. قبل شوي ذكرتي انه في مكتبه اتعملت في احمد قاسم. نعم. مستشفى احمد قاسم مختص الاطفال. نعم بالضبط. وبرضه تخيل لي مراكز السرطان. نعم. استراحة مرضى السرطان في المعمورة برضو تم تمليكها مجموعة من كتب الأطفال. نعم موجودة لها قرابة السنتين. نعم. وبالإضافة كمان للمعهد النور. نعم معهد النور صراحة كان نقلة نوعية صراحة. نواه لمكتبة لمكتبة بطريقة برايل. بالضبط. أنعم الله عليهم. نعم. عشان كده ركزت على القصة. نعم. دي بالضبط. أنعم الله عليهم الفئة دي بفقد البصر. وما بنقول البصيره طبعا. نعم. هم ما شاء الله عليهم فئه مميزه جدا محتاجه مننا الرعايه زي ما بوفر كتاب للطفل المبصر فهو كمان لازم يكون من اهتماماتنا اقل حاجه نعملها له اننا نوفر له مجموعه من الكتب الثقافيه كانت وكتب تعليميه تعتبر هي مصادر تعلم للفئات الصغيره. نعم. باعتبار انه هو الطفل بيتعامل بطريقه برايل للقراءه. قراءة أو كتابة بطريقة برايل. فاجتهد المركز في الفترة الأخيرة إنه يوفر مجموعة من الكتب هي طبعا ما متوفرة عندنا هنا في السودان تم توفيرها من غالي جدا بالمناسبة. نعم. دعم في اليابان تقريبا وثاني كم دولة هي تنتج كتب هي. نعم يعني. بالنسبة لنا هنا ما متوفر الطابعة ولا متوفر الورق. تم توفير الكتب من معرض القاهرة الدولي للكتاب. نعم. بصدد انه تكون دي لفته لتاسيس مكتبه داخل المدرسه بتاعت معهد المكفوفين معهد النور للمكفوفين في بحري. نعم. نعم. هي طبعا مدرسه بتستوعب مرحله الاساس تابعه لوزاره التربيه والتعليم مرحله الاساس والمرحله المتوسطه. احنا ندي معلومه عامه للساده الاصدقاء المشاهدين انه كتاب البرايل اللي هو كتاب محسوس. نعم. بتقرا من خلال اللمس بالنسبه للمكفوفين. اتأسست لها كم مؤسسة المكتبة؟ تم تدشين المكتبة بالأمس. بالأمس؟ نعم. كويس نحن لحقناكم. أيوة. لحقناكم سريع يعني الحمد لله. نعم. المشاريع الجاية شنو فيما يخص؟ بيستمر إن شاء الله التخطيط لأنه نلمس فئات محتاجة للمكتبة. نعم. فئات كمجتمع وكدولة صراحة مقصرين في حقها كثير. نعم. فزي ما قلت لحضرتك إنه المركز خدت البذرة الأولى بناشد صراحة الجميع إنه كلهم في مجاله وكلهم بإيده البيضاء إن شاء الله عشان ما نغطي الجزء المفقود الجزء الثقافي بالنسبة للأطفال إنه كل طفل أقلها يمتلك كتاب يمتلك معلومة يمتلك ثقافة. ممتاز جدا. الإقبال على الحاجة دي كيف يعني يكون عندكم إنديكيتر أكيد يعني أكيد. نعم. أو مؤشرات لنجاح الفكرة يعني مثلا مركز السكر اللي سنتين قلتي. نعم. أكيد بتكونوا لمستوا النتيجة والإقبال عليها. طيب بالذات مثلا لو قلنا مركز السكري الطفل بينتظر في الاستقبال بتاع المركز مجموعة من الإجراءات مجموعة من الفحوصات بتاخد زمن. طيب. فبالتالي الطفل للزمن ده لو قضاه مع قصة بس مع قصة صغيرة خالص وكمان بتكون مع والدته أو أكيد بيكون معه مرافق الطفل. نعم. فيعني الأثر صراحة ملموس جدا من إنه الطفل وقته ده اللي هو في انتظار طبيب وفي انتظار فحوصات وكذا إنه كيف يقضي وقته ده وزين الكتاب يعني فهي. نعم. حاجة بتكون مميزة جدا وحاجة بتكون راسخة أكيد في ذهن الطفل يعني. صحيح يعني الإقبال. الإقبال نعم أكيد. هو إحنا طبعا ما عايز أقول بنظلمه الطفل زي ما قلنا في البداية إنه هو بيتسمر قدام التلفزيون بيتسمر قدام الأيباد وكذا. أي نعم هو بيتسمر لكن إحنا لو وفرنا له بديل فهو لا شك حيستخدم البديل ده استخدام سليم جدا والفائده من القصوى ان شاء الله. هم الطفل بس الكبار مستمرين قدام كلنا وبرضه مستمرين قدام شاشه الموبايل يعني اكيد. فعشان كده قلت لك التحدي بالنسبه لكم تحدي كبير جدا في انه والله هو فعلا تحدي كبير ومحتاج اصرار ومحتاج ميزانيه ان شاء الله. عندك اي كلام اخير اذا حابه توصلي او رساله او كشف عن مشاريع قادمه يعني؟ طيب اولا التحيه لكل مشاهدينا صباح مشرق إن شاء الله من مركز الفيصل الثقافي ودائما بنقول شعارنا اقرأ واكتشف وتعلم.
enough. تسلم يا أخي. شكرا. يديك العافية يا رب. ومنصتنا مفتوحة لكم طالما هو مشروع محتاج تضافر كل جهود الناس مع بعضها البعض. الشروق مفتوحة لكم في أي وقت لأي مبادرة تقوموا بها تحديدا فيما يخص الأطفال. مرحبا بكم، ونتمناها دائما نافذة مشرعة لاستقبال الأفكار واستقبال كل جديد إن شاء الله. تسلم يا رب. يديك العافية.